بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مهندسة استشارية منى عوض، كاتبة وشاعرة وفنانة تشكيلية مصرية ومحاضر معتمد. أنا الآن في قصر الأمير طاز، هذا المكان الجميل الذي كله تاريخ وحضارة ومبنى أو مباني مصنوعة من الحجارة البديعة الجميلة والأبواب العالية والنوافذ العالية، والتاريخ كله عبق التاريخ والحضارة المصرية العظيمة. ستظل مصر أم الدنيا، وستظل في قلب العالم العربي والإسلامي وفي قلب العالم كله، هي بلد الحضارة والجمال والشعب المصري العظيم الذي يتحلى بالقيم والأخلاق والإيمان ويقف دوما خلف قيادته وخلف جيشه العظيم في كل المواقف التي تستدعي أن يقف ويدافع ويكون الدرع الشعبي لقيادته وجيشه. وبهذه المناسبة ونحن جميعا نتألم كل الألم لما يحدث من إبادة جماعية مستمرة في غزة الصامدة على مدى يقرب من عام، وهي تقاوم وتتعرض لعدوان صهيوني إسرائيلي مدعوم بمساندة أمريكية صهيونية واضحة تقتل الأبرياء والأطفال والنساء والمدنيين وطواقم الإغاثة، وتقتل الحياة وتدمر المنازل والمدارس ومراكز الإيواء في تحدي واضح لكل قيم الضمير العالمي وكل مبادئ الإنسانية، وفي تحدي لكل شعوب العالم الحر التي ترفض الاعتداء على الحياة وعلى الأبرياء وعلى المدنيين. إني أناشد القادة العرب، أناشد الرئيس السيسي والجيش المصري العظيم والجيوش العربية والقادة العرب والأمة العربية والإسلامية وكل قيادات العالم الحر، كل شعوب العالم الحر، إني أناشدهم أن يقفوا جميعا وقفة رجل واحد للتصدي وإيقاف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والأبرياء في غزة وفي الضفة الغربية وفي لبنان، ثم غدا هيمتد لا قدر الله إلى باقي الدول المجاورة إذا لم يحدث تصدي على مستوى العالم العربي والإسلامي والعالم كله لهذا اليمين المتطرف الإسرائيلي ولهذه القيادة الإسرائيلية الصهيونية المتطرفة في العدوان والتي تقود المنطقة للهلاك ولحرب عالمية قادمة. يجب التصدي بكل قوة وبتهديد المصالح الأمريكية والإسرائيلية. يجب التصدي من قيادات وجلالة الملوك وفخامة الرؤساء وسمو أولياء العهد في كل المنطقة العربية والإسلامية والعالم كله لإيقاف هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر على المدنيين والأبرياء
الذي يهدف إلى تدمير الحياة وإبادة الشعوب. يجب التصدي بكل الوسائل حتى يوقف نزيف الدم، وحتى تعود المنطقة إلى الأمن والسلام والرخاء، ويتعايش الجميع، اليهود والمسيحيين والمسلمين في غزة والضفة الغربية وفلسطين في أمان وسلام، ويكون هناك حل الدولتين، يفرض حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، ويكون للشعب الفلسطيني حق الإقامة وحق الأمن والأمان، ويعود الجميع يتعايشون في سلام، ليس بين اليهود والمسلمين أي عداوة، بالعكس المسلمون والمسيحيون واليهود أصحاب ديانات سماوية أمر بها الله سبحانه وتعالى أن يكون لتابعيها أن يتحلوا بالقيم والأخلاق والإنسانية والسلام، وأن يعيشوا في سلام. ونجد أن اليهود المتدينين والحاخامات كثير منهم يرفض هذه الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة في غزة وفي لبنان وفي الضفة الغربية. الجميع الذين يعرفون الله حق معرفته ويعبدون حق عبادته، من أصحاب الديانات السماوية ومن أصحاب الضمير، يؤمنون أن الجميع لهم الحق في العيش بسلام وأمان، وإن ما يحدث من قتل وتدمير وإبادة كما نراها الآن هو تحدي لكل قيم الضمير الإنساني وكل القيم السماوية والأخلاقية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى ويأمر بها الضمير. وناشد الجميع أن يقفوا وقفة واحدة للتصدي لهذا العدوان المستمر، لكي ينعم القادة وينعم كل العالم بالسلام. ويكفي هذا الطوفان الرهيب من الدماء والنزيف الدماء من الإنسان لأخيه الإنسان. لم يخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لكي يدمر أخاه الإنسان ولكي يعيش في الأرض فسادا وتدميرا ويقتل أخاه الإنسان في حروب دموية لا تتوقف. نحن جئنا إلى هذه الأرض لنعمرها بالخير والسلام. فأرجو وأناشد كل القادة العرب وكل القادة في كل المنطقة العربية والإسلامية والعالم أن يوقفوا هذا العدوان، وأن تعود الحياة والتعاون والسلام والأمان إلى المنطقة العربية، وأن يتم تنفيذ حل الدولتين، وأن يتعايش الجميع في سلام وأمان واحترام لحقوق الإنسان في كل مكان. ونسأل الله سبحانه وتعالى جميعا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا كالغيث أينما وقع نفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.